خلينا بهذه المساله. الان راه عندنا احنا رانا مستقلين ب 62، عندنا حكم عسكري قام صبر عليه الشعب الجزائري، صبر عليه الشعب الجزائري. شوف نقول لك حاجه الاخ نور الدين، الشعب الجزائري عاقل بالبزاف. لماذا عاقل؟ لان لما جاء يحكم، لما جاء الاستقلال، الشعب الجزائري هو اللي وقف الاقتلال بين الاشقاء والاخوه. خرج قال 7 سنين بركات. لو كان ما خرج هو في الشارع ينادي 7 سنين بركات، كنا برك ربما انا الحرب اهليه تنوض في الجزائر. الحمد لله شوف الشعب الجزائري. نفس الشيء راه وقع مثلا في قضيه مارد بوتفليقه. بوتفليقه كان في الكرسي وسبع سنين هو في الكرسي، من 2013 ولا من 12 هو مريض حتى 2019. صبر عليه هو في الكرسي لعهده كام، عهده ونص، وصابر عليه، معناتها صبر عليه 6 سنين و7 سنين. لما خرج ما كسر، ما هدم، ما دار حتى كريم. خرج باش يطلب، باش ما كان لا يزيدوا يديروا رئيس بوتفليقه العهده الخامسه، لان راه بهدل بينا. ماهيش قضيه كشخص مريض ما يقدرش يمشي بلاد. لو كان جا الشعب الجزائري، هذا الشعب الجزائري مريض في راسه ومهبول، يدق دق يدق دق، عنده الحق يكسر كاع الجزائر. بصح ما كان، كان عاقل الشعب الجزائري، عاقل الشعب الجزائري. ماهوش يبحث باش يعيش في القصور، يحتاج المينيموم. اعطي له الدار، اعطي له حقه، خليه يخدم. لا لا، ماش مام با، ماش مام با هذيك، يا يتناوك مثلا في الثورة. نعم. أنت لما يشوفوك الناس في الصفوف الأمامية، أنت الضحية. نعم. الشعب الجزائري كان يقول باللي أنا خويا عندي نبزة نتاع كسرة وكاسمة. بارك الله. ربها. هو سعي العزة. وعاطيك. بصح لما تكون أنت يا في المستوى، أنت دوك مثلا أنت الناس علاش هما تجندوا وراء المجاهدين ووقفوا معاهم وكانوا هما يذبحوا لهم في الخرفان وكانوا هما يجيبوا لهم في الكسرة ويجيبوا لهم في البن ويجيبوا لهم في كذاك، لأنه شافوهم باللي راهم متحملين هم وطني وهم هما يدافعوا عليهم. بارك الله فيك. وباش نزيد انت لما يصيروا ناس هما راهم يبزنسوا بقضايا وطنية، المواطن يقول لك اسمي محمد اسمع انا مانيش انا حمار باش تركبني، انا راني ندافع معك على قضية وطنية، إذا كان دار قدها تفضل أنا راني معاك. بارك الله. الشعب راه مر بتجارب ومر بخيبات. بارك الله فيك. مر بخيبات، هذيك الخيبات خلاته هو يحذر. صرات دوك مثلا أنت ناس داروا ثورة، كانوا كيما كنت نقول لك أنا هما يساندوا في المجاهدين ويخبيوا فيهم ويطعموا فيهم ويكسيوا فيهم وكذا وكذا، وكانت الناس هي راك تشوف أنت مثلا لاكاس هذيك اللي داروها، الناس كانت تتمد في الشرك نتاعها نتاع الذهب، وراك شفتها مثلا في التسعينات، رانا شفناها انا واحده من الناس كنت شاهد عليها في التسعينات، نفس الشيء كانوا ناس وما جاوا باسم الاسلام، وكانت الناس، كانت الناس والله العظيم انني حضرت لها تجمع داروه في الملعب في وسط المدينه في البرج جعباسي مدني في التسعين، في التسعين والله هي مشاهد شفتها في البرج قسما بالله في المنام ما تشوفهاش، في المنام ما تشوفهاش. تشوف انت هذاك الشعب بالالاف، الاف المؤلفه، ولا الناس واحد يجي ليك مواطن هكذا برا في البرج يقول لك باللي انا محتاج 5 ولا 6، يلا تروح لتاتا ثم تلقى هذا كسكس وهذا عنب وهذا كذا وهذا كذا وهذا دلاع. يتآزر. يا والله قلت لك اشياء ما تخطرش في البال نتاعك. شعب كامل اسمه علاه، لانه كانوا ناس في الوقت هذاك كانوا ناس متدينين، ناس متخلقين، ناس ولات فاميلا قبل ما تبدا هذيك العمليه تاع التشويه والعمليه تاع البزنسة والتحطيم والتكسير وكذا. وبالتالي درك الشعب هو مر بخيبات، خيبات ومر بصدمات. تصدم في القضيه نتاع الثوره هو انه كان يدعم في المجاهدين وكان يدعم فيهم وكذا وكذا وكذا. من بعد النهار اللي جا الاستقلال وجا الضوء، كانوا ناس اللي هما ساهموا في الثوره لقوا رواحهم على الهامش، وناس الانتهازيين منهم اللي صار في البلديه ومنهم اللي صار في البرلمان ومنهم اللي صار في كذا، وهذاك الشعبي يقول لك انا تحرشت
تحرقت من وقت الاستعمار وانا وانا وانا، ومن بعد ما كان والو، ما صح لي والو من هذه البلاد، وزادوا اولادهم هذو هما تعذبوا، هما سهروا، هما ضحاوا، وما استفادوش من هذاك الاستقلال، زادوا جا اولادهم كيف كيف نفس الشيء. جات ثاني ايضا انتصارات واحده اخرى، وين انه مثلا الشعب في القضيه نتاع 90 والله واسمو ناس راح ضحات، دخلت للسجون، دخلت للمعتقلات، الناس تعذبت، الناس تهجرت، ناس كذا، وناس جاوا لقاوها عاشوا 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 ارباب، عاشوا ارباب، الناس ضحات، وناس دخلت للسجون والتنفات وتعذبت، وكاين الناس اللي ماتوا حتى تحت التعذيب، وناس جاوا لقاوها خابزه، منهم اللي دخل البرلمان ودا فيها روتريت هو في العشرينات من العمر، وناس لقاوها خابزه. زجت هذه الفطره هذه نتاع الحراك هذه، نفس الشيء، كانت ناس كانت ضحايا، انا واحد منهم ضحايا لهذا النظام تاع بوتفليقه، طيله الحكم نتاعه وانا برا، ناس تعذبت، ناس سفرات، ناس تهمشت، ناس التقصات، ومن بعد يلا نفس الشيء، عاودوا جماعه حكموا البوفوار، وبالتالي ذوك الشعب راه هو شاهد على هذه الاحداث، خلاته هذيك الخيبات وهذيك الصدمات، خلاته هو انه لا يتفاعل، لا سيما هو انه حتى من الناس اللي كانوا ذوك مثلا هم مؤمنين بقايد صالح، وكانوا مؤمنين بهذا التبون، الناس اللي دركوا بعد ما مات قايد صالح، كاين الناس اللي كفروا، كفروا بالسياسة، وكاين الناس اللي كفروا بالوسمو، ويا ليت هو قال مثلا راه راح قال مثلا قايد صالح في ظروف عادية والله، في الوقت اللي وين أنه الناس كانت تنتظر هو أنه تبدأ عملية نتاع التغيير اللي كانوا هما يتحدثوا عليها، يلا تخطف هو، وزادوا تخطفوا معاه ناس كانوا في مسؤوليات مختلفة، من بين هذاك القائد نتاع الناحية الرابعة وهلم جرا، وزيد كانوا ناس اللي هما يعتقدوا من انه راهو نفس الخط اللي راهو كان ماشي، وراه فيه مجموعه من الضباط، وراه فيه عمليه نتاع تطهير وكذا وكذا وكذا، فاذا بها هذا الدستور اللي كاين منهم ناس اللي هما رفضوه، لقاو رواحهم باللي مروا الدستور، ومروا الانتخابات كما يحبوا، ودرك الان راه الناس ماشيه لاتجاه واحد اخر، درك حنا نحوسوا على جال باش الناس تستفيد من هذه الاخطاء اللي حدثت في وقت الثوره، وحدثت في الاستقلال، وحدثت داخل هذا الحراك، واذا كان الناس تحوس على الخير للبلاد وعلى الخير اللي يعم الجميع، لازم الناس تشوف هذه الاخطاء اللي وقعت، ما لازمش تعاود تكررها. هاوي. اذا كان خطا انت ابو مدين، وإذا أخطأ أنت مصالي، وأخطأ أنت عبان رمضان، وأخطأ أنت كريم بالقاسم، وأخطأ أنت بوتفليقة، وأخطأ زروال، وأخطأ الشاذلي، وأخطأ علي كافي، وأخطأ الآخر والآخر والآخر، يا خويا على الأقل أنت مش بالضرورة اللي أنت تمسك الحكم، مش بالضرورة اللي أنت تجسد أنت الأحلام تاع الشهداء إذا كان وفقك ربي وش عليه، ولكن على الأقل أنت أرسم معالم صحيحة، صح، دير معالم صحيحة للأجيال اللي راه راح تجي من بعدنا، نعم، وقالوا والله هذا الناس راهم كانوا يخموا فينا، ما صح، كانوش يخموا في أرواحهم، راهم كانوا يخموا فينا، ما كانوش يخموا في المناصب، راهم كانوا يخموا فينا، ما كانوش يخموا في الشهوات نتاعهم وفي كذا. احنا هذا الشيء اللي احنا نحوسوا عليه، ما جبتك. نحوسوا لا على المنصب في البرلمان، ولا نحوسوا على المنصب في البلدية، ولا منصب في وزارة، نحوسوا على جل باش درك هذا اللي راهم رايحين، احنا مستقبلنا راه من ورانا، صح، احنا رانا دخلنا في وقت تاع الشيخ وخاطر، حوسوا على جال باش حنا درك هذا الشباب يجي شيئا فشيئا يتكون من خلال هذه التراكمات المعرفية الحقيقية، مش نتاع تبلعيط ونتاع تبلبيل ونتاع كذا، صح، وتروح الناس تمشي واحدة واحدة، هي لأنه درك إذا كان أنت في وقت من الأوقات في هذا الحراك هو أنه قال مثلا في البداية، طب ما راكش في البداية، تراك بعد عامين يا سي محمد، نعم، الطاقة ماهيش نفسها، واوي، ماهيش نفس الطاقة، تراها الناس خرجت، قال مثلا في البدايات الأولى قال نفس الأهازيج، فهمت؟ أهازيج والناس تعيط وبوفوار أساسا وما على باليش أنا كذا، قال في البداية بصح دوك
لازمك دير نتا عمليه نتا جرد، لازم دير نتا عمليه نتا التقييم. قال السي محمد دوك هذا الحراك بعد عامين وين رانا رايحين؟ هذيك هي. وين رانا رايحين؟ نعم، حنا دوك نحوسوا على جال باش ما تزيدش تعاود تتكرر نفس الاخطاء. الناس اللي دوك انت عندك عامين وانت هز الميكرو وراك راه سي محمد احشم شويه، صح، خطب ما دير والو، احشم شويه. اذا كان تحوسوا دوك انتم مع الكارير لابد هو انه تخلي كفاءات جديده تظهر، تخلي انت طاقات جديده تظهر. لانك لما انت تجي الناس تجي تشوف تروح انت للتجمع تلقى نفس الشخص هز الميكروفون كل يوم يخطب عليك، فهمت؟ هز لك الميكرو ويعاود لك في نفس الهضره اللي عاود لك فيها. انت راك راح تمشي معاه، ما تمشيش معاه. سيده وباين دوك تشوفهم، تشوفهم دوك راهم كاينين بعض من الناس اللي حتى كاين منهم والله العظيم من ذاك النهار نسمع فيه واحد دون هو ان الواحد يسميه يعاود في نفس الكلام اللي كنا نقولوه فيه من قبل. والنهار الاول واش النهار الاول واش عماك؟ النهار الاول حنا نقولوا مودي لعنو بليس، راه الاهازيج راه ما ديرش التغيير، راه الشعارات ما ديرش التغيير. لابد هو ان الانسان يستخدم خطاب عقلاني، خطاب موضوعي، ويطلب المستطاع ويعمل بنفس طويل ويكون عنده نظرة ثاقبة للمستقبل وترسم انت معالم انت تخدم لها اذا كان وفقك ربي على جال باش انت تحقق بعض الاشياء اللي انت راك تطمح لها. اللهم بارك. اذا كان انت موفقك ربي لربما يجيو ناس من وراك يكملوهم المسيرة هذه. ها مضوك مثلا انت يا ناس داروا ثورة، حضر الامير عبد القادر للاستقلال، حضر العربي بن مهيدي للاستقلال، حضر مصطفى بن بولعيد للاستقلال، هي نفس الشيء. اذا كنت راك تحوس على المصلحه نتاع البلاد خمم في الاجيال اللي راها جايه. هما ناس ضحاو، ضحي انت. والبناء راهو يجي عن طريق تراكمات، ناس راهم راحوا مساكن استشهدوا وكذا، والان راهو عندنا برلمان وراهو عندنا رئاسه وراهو عندنا مؤسسات بلديات وراهم عندنا كذا. صحيح كاين نقائص، صحيح كاين فساد، صحيح هو انه كاين تسيب، صحيح هو انه كاين الكثير من الجرائم اللي راها موجوده في المجتمع. لكن لازمك انت لما تجي تقيم، لما تجي تشخص، لازمك تعرف انت باللي راهو احتلال دام قرن و32 سنه، ضرب المجتمع في الصميم، ضرب الاسره في الصميم، ضرب الدعوه في الصميم، ضرب المدرسه في الصميم. راهم جاوا ناس داروا محاولات، هذيك المحاولات فيها اشياء اللي هي ايجابيه، فيها اشياء اللي هي سلبيه. انت درك كي تجي انت تقيم، قيم السلبيات والايجابيات. السلبيات ارميها لسله المهملات، والايجابيات انت اخدم بها، اخدم على التراكم نتاع الايجابيات ومشي للامام. لحقت اللهم بارك، ما لحقتش راهم يجيو اجيال من بعدك يزيدوا يكملوا، ما من اجل عجل باش انت تحدث نهضه في الجزائر. اما هو انك انت تجي ناس لا عنده ثقافة ولا عنده معرفة ولا عنده فهم للمعضلة الجزائرية ولا فهم من النظام ولا يعرف، وقاعدين حاكمين الميكروفات بوفوار اساسا تي 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 تي، وقاعد تتبلبل يا اخ نور الدين. تتبلبل على روحك الاخ نور الدين،